الحقيقه العالم كله او منظمات الصحه العالميه، منظمه الصحه العالميه على وجه التحديد، ودول كثيره جدا في العالم بتتكلم عن النجاح الكبير اللي مصر حققته في علاج مرض فيروس سي والكشف المبكر عن هذا المرض، لدرجه انه كتير جدا برضو من دول العالم اتحمست انها تطبق التجربه المصريه في القضاء على فيروس سي، واللي بتبدا بحمله مسح بتعتبر هي الاكبر من نوعها، اكبر حمله مسح بشري بتتم على مستوى العالم، وده مش كلامي ولكن باعتراف منظمه الصحه العالميه. خلونا نعترف يا جماعه انه فيروس سي كان شبح بيهدد حياه ناس كتير جدا حوالينا جوه مصر. والفكره كمان انه زي ما كنت ببدا معاكم في بدايه الحلقه، في ناس كانت بتصاب بالفيروس وتقعد سنوات طويله جدا لحد ما توصل يعني لمرحله صعبه وما تبقاش عارفه انها كانت مصابه بهذا الفيروس من عدمه. تكلفه العلاج كانت غاليه جدا، وده كان بيتسبب في وفاه عدد كتير جدا من الناس اللي بيصابوا بفيروس سي وبعد كده يدخلوا في امراض تليف الكبد لا قدر الله وخلافه. خلينا نتكلم، هي مصر عملت ايه؟ مصر انجزت ايه في القضاء على فيروس سي؟ مع ضيفتنا اللي منورانا في استوديو هذا الصباح النائبه شاديه ثابت، عضو لجنه الصحه بمجلس النواب. صباح الخير صباح دكتوره، ازي حضرتك؟ منورانا اسره البرنامج والساده المشاهدين، اهلا بحضرتك. امبارح حضرتك كنت بتتابع معانا افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي لعدد من المشروعات القوميه الكبيره، واللي كان ملف الصحه فيها الحياه حاضر وبقوه، وابتدينا نشوف ارقام واحصائيات عن حمله المسح اللي تمت، المسح الشامل في مبادرة الرئيس 100 مليون صحة والمرحلة الأولى، واكتشاف أن في عندنا 11 مليون مواطن مصري بإما بيجمعوا بعدد من الأمراض أو بيعانوا من الأمراض كلها مجتمعة وما إلى ذلك. شايفة إزاي تجربتنا في القضاء على مرض فيروس سي؟ وهذه الحملة اللي بدأت أن بننبه الناس خلي بالك قبل ما تتورط في المرض ولا قدر الله حالتك تتدهور. اولا خلينا نبدا من الاول، من سنه 2014 لما اتعمل موقع على النت بان كل واحد مريض فيروس سي يسجل اسمه، وفعلا سجلوا حوالي 1.5 مليون، ده سنه 2014. على سنه 2016 كان كل 1.5 مليون خدوا العلاج بتاعهم وشفي، وده فعلا كانت تجربه يحتذى بيها، ناس كتير وجم يشوفوا ان احنا كنموذج ازاي قضينا على قوائم الانتظار بتاعت ايه فيروس سي. طبعا استكمالا لهذا الانجاز، في ناس ممكن تكون عندها فيروس سي ومش عارفه طبعا. طب زي احنا قبل كده قضينا على البلهارسيا وقضينا على شلل الاطفال والكلام زي ده، ففعلا كانت يعني احنا المصريين لما في اراده عندهم، اراده سياسيه واراده من داخلهم، بيستطيعوا. وتجاربنا السابقه بس يعني انت كان عندك تحدي يمكن انه العلاج كمان كان تكلفته عاليه جدا، كان تكلفته 10.5 مليون، واتعمل في مصر بقى 1500 جنيه ده طبعا بقى يقدم بالمجان بالظبط. فدي كان بردك انجاز ان احنا نعمله السفالجي هنا المصري ده بردك بايدي المصريين. الحقيقة بعد كده هو ابتدى يعني الرئيس طبعا استكمل الكلام باني اعمل مسح شامل، لان في ناس ممكن يكون عندها فيروس سي وما تعرفش ان هي عندها فيروس سي، وكل واحد عنده فيروس سي بيعدي 4، يعني لو مثلا 1000 اكتشفناهم هيعدوا 4000. يبقى اذا استكمالا لهذا ان انا عمل مسح لأكثر من يعني الخطة يعني تستوجب مسح لأكثر من 60 مليون مواطن على 3 مراحل، تبدأ من أكتوبر اللي هو 2018 وتنتهي في إبريل 2019، مرحلة أولى ومرحلة تانية ومرحلة تالتة. الحقيقة دي طبعا استكمال اللي فات لي، لأن اللي عنده فيروس سي ومش عارف هيعرف ويتعالج، يبقى أنا قفلت حنفية العدوى. قفلت حنفية العدوى، يبقى بالتالي فعلا ان انا اقدر ان انا كومبليت اريديكيشن او انهاء او اقضي تماما على فيروس سي. طبعا في العالم زي ما حضرتك قلتي اكبر كان مسح 32 مليون في العالم كله من قبل، ولكن احنا عندنا 60 مليون، العالم كله بيتابع هذا المسح بتاع فيروس سي في مصر، لان فعلا زي ما احتزوا بالتجربه الاولى القضاء على قوائم الانتظار في فيروس سي، ان شاء الله نكون نموذج للكومبليت او يعني ان احنا نقضي تماما على فيروس سي، ودي هتبقى طبعا يعني تجربه العالم برضك
يعتبرها نموذج يعني يحتذي بيها. فطبعا فعلا اكتشف اولا مش فيروس فيه بس، والامراض الغير السريه اللي هي السمنه والسكر والضغط، لان السمنه دي بتؤدي الى السكر والى امراض السكر وامراض الضغط وامراض القلب، ودي في حد ذاتها امراض قتل. يعني احنا نقول مثلا السكر يعني بارتيكولر ده ما نعتبروش مرض قوي، هو نقص في الانسولين، هندي الانسولين يبقى ما عندهاش حاجه، بس لكن مع التغذيه الغلط يعمل كارثه. مع التغذيه الغلط ايوه. ففعلا انا احنا امبارح كنت برنامج في رافدين كنت بقول ان يا ريت ندخل في مناهج التعليم من منذ الصغر التغذيه السليمه ازاي. التغذيه السليمه يعني ده في بره ممكن امراض بتعالج مجرد نظام غذائي. طبعا مجرد نظام غذائي، مش هو كل السكر اصلا ممكن تعالجيه كمرض بالنظام الغذائي، هو نقص في الانسولين. وطبعا احنا بنحيي العالم المصري الدكتور احمد المسعود اللي اكتشف، هو اللي قبل كده اكتشف لنا العلاج بالهريسيا، ودلوقتي مكتشف حاجه جميله قوي برضك لمرضى السكر اللي هو بيقول لك السكر اساسا مرض المضاعفات، في ماده اسمها سوربتول هي اللي بتؤثر بتعمل كل المضاعفات. اكتشف حاجه معينه سجلها في النمسا وسجلها في المانيا وان شاء الله تسجلها في مصر، ان يمنع لي السوربتول ده فيمنع لي المضاعفات، فحتى الناس اللي كان حصل لها مضاعفات في عينيها والكلام زي ده شفيت تماما بهذا الكلام. واحنا طبعا انا كلمت له وزاره الصحه على انه يسجل هذا الكلام عندنا، لان احنا اولى باللي هو اكتشفه الحقيقه ان شاء الله باذن الله. فيعني فعلا المصريين لما بيريدوا بيفعلوا ويستطيعوا، احنا بالحمله دي ان شاء الله هنقضي تماما على فيروس سي ونمنع حنفيه العدوى اللي ممكن تكون موجوده. طيب حضرتك بتشوفي اهميته او الردود الفعل اللي بتجي لكم في البرلمان من الدول الخارجيه، مش انه بس القضاء على العدوى ولكن كمان محاربه الامراض الغير ساريه مع فيروس سي، ضم الاثنين مع بعض يا دكتور في المسح، او انه انت كمواطن تروح تطمن على نفسك من الاربع الحاجات الاساسيين دول. شوف ازاي ده بالنسبه ان يعني انا بدور على انسان 100 مليون صح، 100 مليون صح. يعني فعلا كده باختصار ان انا عايزه اخلي المصريين 100 مليون صح. يعني بالزبط. انا مش بتكلم بردك على فيروس سي وبس، ولاقي الامراض المؤديه الخطيره او الامراض اللي تؤدي الى ما السكر ممكن يؤدي الى الوفاه مع التغذيه الغلط، السمنه ايضا، السمنه، الضغط نفس الشيء، الكلام ده. فده طبعا انا فعلا اهتمام بالغ بصحه المصريين وان يكونوا اصحاء ازاي، وزي ما بنقول العقل السليم في الجسم السليم. يعني فعلا بناء الانسان المصري يبدا بناؤه صحيا ثم بناؤه تعليميا وثقافيا، يبقى فعلا انا ببني انسان مصري وبعمل نهضه في البلاد. طيب لو احنا رجعنا اتكلمنا عن حملات الفحص اللي بتبدا من المدارس لحد اهالينا كبار السن اللي في بعض المحافظات بيروحوا لهم زيارات منزليه لحد البيت، ان انا ادور على الشرائح دي واختارها بهذا الشكل يا دكتور، هل حضرتك بتشوفي انه هذا البعبع اللي كان موجود في مصر او الناس دايما كانت بتعترف بفيروس دي ده يتخضى ما يلاقي حد عنده فيروس دي، وكان بيبقى عائق في الناس في وظائف معينه وان هم يسافروا وان هم يروحوا ويجوا وهكذا، وبالنسبه كمان لطلاب المدارس، وناخد الحمله متقسمه بهذا الشكل، يعني تبعياتها ده ايه علينا في المستقبل؟ اولا حضرتك قلت نقطتين كويسين، او النقطه الاولانيه اني انا الاكتشاف المبكر، يعني بهذه الحملات في اكتشاف مبكر لفيروس سي، الاكتشاف المبكر ممكن يؤدي الى الشفاء التام، لكن لو اكتشفنا هذا المرض او الناس مش عارفاه وابتدى ان هي يجي في مراحل متاخره بيبقى الشفاء منه صعب، بيبقى وصل لمضاعفات في الكبد، تليف في الكبد، استسقاء في البطن، الكلام زي ده بيبقى صعب الشفاء منه. فهذه الحملات اكتشاف مبكر لفيروس سي وبالتالي علاجه، وبالتالي الناس ما توصلش للدرجات المتأخرة اللي هي ما بيبقى ما يقوس منها العلاج. دي النقطة اللي هي الأولانية اللي هي بتاعت زي الاكتشاف المبكر لفيروس سي. طبعا بالنسبة لطلبة المدارس برضك اكتشاف مبكر لفيروس سي يؤدي إلى ان ما يعني ما نوصلش للمراحل المتأخرة ليه.
طيب بتتعاملوا ازاي بقى يعني في مجلس النواب؟ معلش احنا عندنا عدد كبير جدا طول الوقت من الشائعات اللي بتطلع حوالين هذه الحمله او عن المبادره او الكلام ده، ايه الدور اللي بتقوموا بيه كلجنه صحه في توعيه الناس علشان المواطن المصري يعي جيدا اهميه حمله زي دي بغض النظر عن التكلفه اللي هي تكلف الدوله مليارات مليارات الجنيهات، ولكن ده كله اهم حاجه بنتكلم عنها هو صحه الانسان. بتردوا ازاي وبتواجهوا الشائعات دي ازاي يا ست؟ قبل بس ما ابدا ما ادخل في النقطه اللي احنا بنعملها في دوائرنا، النقطه اللي انا كنت عايزه اقولها الثانيه السفر بتاع الناس، عايزه اقول لكل الناس احنا كلجنه صحه قلنا كانوا يعني ممكن واحد يكون عنده فيروس سي واشوف يمينه ويبقى عنده الانتي بوديز اللي هي الاجسام المضاده، الاجسام المضاده، فالناس كانت بره بتمنع سفر وعايز يسافر ل فاحنا قلنا على البي سي ار، يعني مش معناه ان الواحد عنده مضادات يبقى هو عنده المرض، لا يعني تم تعديل الجزئيه دي. البي سي ار اللي هي اللي ان في نشط مش نشط، لا ده كان عنده وخف منه، فالمضادات بتاع الانتي بوديز هتبقى موجوده، الاجسام المضاده هتبقى موجوده، مش معناه ان عنده فيروس سي، مش معناه ان عنده فيروس سي ده شوفي منه. فدي عايزه نقطه اوجهها لكل العرب علشان العقود بتاعه العماله بتاعتنا اللي بيرجعوهم مجرد ان يعملوا لهم تحليل يلاقوا انتي بوديز او اجسام مضاده، لا ده شوفي الكلام على البي سي ار نشط او مش غير نشط اللي هو تحليل بي سي ار. دي النقطه اللي انا كنت عايزه اقولها الثانيه. هل ده حضراتكم بتتواصلوا عملناه في لجنه الصحه؟ عملنا في لجنه الصحه وقلنا لازم ناخد السفراء العرب كلهم وسفراء العالم ونقول هذه عشان الناس اللي هي العماله ما ترجعش عشان الانتي بوديز اللي موجوده يبقوا فاهمين ان هو ما عندوش هو شوفية من هذا المرض تماما. النقطه يعني هل هيتعدل التحليل اللي بيتعمل في وزاره الصحه؟ ايوه يا فندم، بيبقى على البي سي ار، يعني اصل انا عارفه انه في تحليل بيتعمل في مكاتب يبقى على البي سي ار مش على الانتي بوديز. يتعمل على البي سي ار مش على الاجسام المضاده. تمام، لو في بي سي ار بوزيتيف يبقى هو نشط يبقى. طب هل تم فعلا تعديل التحليل ده؟ لا احنا بنناقشه في لجنه الصحه وفي اليات، يعني بنحضر فيه الاليات بحيث يعني الشهاده اللي هيطلع بيها من وزاره الصحه بتاعت خالي او غير خالي هتعتمد على البي سي ار، البي سي ار وليس الاجسام مش الاجسام المضاده. طيب وفي دوائرنا لما بيوصل عندنا يعني كل الناس الدوائر اللي هي فيها ابتدت فيها المسح كل النواب كانت نزلت وكانت بتحس الناس للنزول وبتحس الناس وبنقول لهم ان دي مجانيه والعلاج ببلاش ودي فرصه، يعني بحيث ان احنا فعلا يبقى اكبر كميه ممكنه، يبقى في سهوله في الفحص، سهوله في التحاليل بحيث ان الناس كلها تاخد علاج، يعني دي كل النواب في دوائرهم عملوا الكلام. طب احنا جزئيه الاهم برضو اللي عايزين نقولها للناس لانه كان جزء من الاشاعات قالك يا جماعه الحمله دي مرتبطه بالتامين الصحي. لا طبعا، لا ده لكل المواطنين، لأي حد، لأي حد، والعلاج مجاني والكشف مجاني والتحاليل مجانية. ده فرصة لكل مواطن، هو اللي يجري ويشوف، هو اللي يجري ويروح يطمن على نفسه. أنا عندنا على فكرة في ناس كتير جدا، هو لسه المرحلة بتاعتنا ما جاتش الجيزة، بس في ناس راحت بدرت وعملت وما كانتش تعرف إن عندها فيروس سي واكتشفت إن عندها فيروس سي، بالتالي تتعالج منه بدري يبقى ما يحصلهاش المضاعفات اللي هي في بنشوفها في الحالات المتأخرة. طيب الخطه بقى بتاعت القضاء على قوائم الانتظار يا دكتور، واحنا شايفين انها الحمد لله رب العالمين حتى الان مبادره الرئيس في القضاء على قوائم الانتظار العمليات العمليات ماشيه بمعدلات جيده جدا، يعني احنا بناخد كل مرحله ونخلصها، لكن الرئيس امبارح كان بيتكلم على انه هذه المبادره سوف تستمر على مدار ثلاث سنوات. بحيث ان احنا ما نقدرش نقول دلوقتي عشان ما نوقفش الكلام. بالظبط، يعني هو كان قوائم الانتظار كان في اول مره قلنا قوائم الانتظار كانت كتيره وقلنا هنخليها في 6 شهور، الحقيقه خلصت في شهرين. هو هقول لحضرتك حاجه، زي ما انا بقول لك المصريين لما بيحصل عندهم اراده فعلا بيستطيعوا. ليه حصل القوائم الانتظار بعد ما يعني انتوا كنتوا حاطين الاول ست الخطه 6 شهور؟ ايوه 6 شهور، خلصت في شهرين. كويس، 20,000 عمليه اتعملت في شهرين. ليه؟ لان كل الجهات المعنيه تكاتفت مع بعض، مستشفيات شرطه، مستشفيات جيش، مستشفيات امانات، مستشفيات مديريات صحه، كل ما يخص الطب يتعاون مع بعضه وكله اشتغل. ففعلا ده اللي احنا عايزين نقوله، التيم وورك
ويد الله مع الجماعه. يعني فعلا المصريين لما بيتحدوا وبيبقوا ايد واحده بيعملوا المستحيل. بيعملوا هم فرعنا فعلا، فرعنا بجد المصريين. ده يعني انا بقول الشخص المصري ده مش موجود في العالم، بس ينقصه فعلا ان يحط ايديه في ايدين بعض، يتحد، نبقى ايد واحده، هنعمل المستحيل. وده مش جديد على المصريين من 7000 سنه. طيب هنا لما المبادره دي تفضل مستمره، مع ان احنا قضينا على العدد الكبير او اللي كان موجود عندنا او المسجل على قائمه الانتظار منذ اطلاق المبادره، وامتدادها انها تفضل مستمره، يعني لا تتوقف خلال الثلاث سنوات القادمه. هل معنى كده ان انا بقول ان انا بعد الثلاث سنين دول على وجه التحديد، يعني بوصل ل 2021 2022، بقول ان انا خلاص فكره ان انا ادخل كمريضه ابقى منتظر عمليه هتخلص؟ لا يا فندم، ده هتبقى عاده بقى، هتبقى عاده عندنا ان خلاص يبقى قضاء على اول باول، يعني اول باول. يعني احنا انا طبعا اه أنا ما فيش ويتنج ليست في المستشفيات. لا لا، انا اتمنى ان هذا الموضوع طبعا احنا طبعا بقياده الرئيس عبد الفتاح السيسي ان شاء الله ربنا يبارك فيه، هتبقى الدنيا مستمره، ولانه هو الحقيقه يعني مهتم بحاجات اساسيه في المجتمع، سواء صحه او تعليم او اقتصاد. الحقيقه واحنا اقتصادنا الحمد لله بشهاده العالم كله. لسه انا عارفه المجلس النواب بيقول لك ميزانيه الصحه انتوا عايزين تاني. طبعا طبعا، اصل ميزانيه الصحه الحقيقه هي المفروض من 3 ل 9%، احنا ما خدناش 3%، وده طبعا للعجز اللي موجود عندنا في الموازنه، والمجتمع المدني هو بيدخل يساعد كتير. لكن الصحه الحقيقه عايزه ميزانيه. وانت لو كلمتيني على الصحة بقى هتدوسي على حاجة. انا عايز اقول، وانا قلت لوزيرة الصحة وبقول عمود المنظومة الصحية، وبقول للريس عمود المنظومة الصحية يا ريس، الطبيب المصري، الطبيب المصري اللي هو امهر طبيب في العالم. انا مش بتكلم عشان انا طبيبة، امهر طبيب في العالم، اجوره متدينية جدا. هيقولك طب هنجيب منين، هنجيب منين؟ يعني انا قلت الطبيب الصغير ده ياخد 10000 جنيه يكفي نفسه عشان يلاقيه طب هقول لحضرتك هيجيب منين؟ طب ما انا هقول لحضرتك الناس دي، انا مش عايزين كل مهنه، بس انا مع دعم يا فندم. الطبيب الطبيب غير اي مهنه، بيتعب جدا طبعا، بيتواجد جدا، ده لصالح المصريين. طب هجيب منين الفلوس دي؟ ان شاء الله. انا لو 100000 طبيب يعني مليار من موازنه الصحه، من يعني بناقص المليار ده عشان الاقي الطبيب موجود في المستشفى، وما الاقيش استقالات جامعيه، ولا الطبيب من اجل مين؟ من اجل المواطن يا فندم. ان شاء الله ست النائبه، كل الناس اللي عايزه زياده في الدخل بشكرك يا فندم. مش زياده في الدخل، انا عايزه الاقيه متواجد من اجل المواطن. هو أيوة مش متواجد. أيوة ليه؟ على فكره بيروح الاماكن الخاصه. انا عايزاه يقعد في المستشفى العام. حاضر يا فندم. من اجل المواطن المصري، من اجل المواطن. بشكرك جدا النائبه شاديه ثابت، عضو لجنه الصحه بمجلس النواب. حضرتك نورتينا، واكيد احنا عايزين الطبيب يتواجد في المستشفيات من اجل المواطن المصري. عايزين الدخل يزيد عند كل الناس، عايزين بقى موارد الدولة تزيد. اسمع حد بيقول لي الدولة ما تزودش مواردها، مش هرد عليه. اشوفكم بكرة في حلقة جديدة من هالصباح. تحياتي لكم، اسمع مصطفى، اشوفكم على خير.